السلام عليكم طلاب صف ثالث متوسط ان شاء الله. الموضوع الثالث مالتنا 4-3 وهو معادله المستقيم the equation of the line. اولا اول موضوع به شلون نكتب معادله مستقيم بمعرفه نقطتين منه. كتابه معادله مستقيم بمعرفه نقطتين منه writing an equation of line with two points of it. معادله المستقيم اللي يمر بالنقطتين عن عندي نقطتين احداثيات النقطه الاولى x1 y1 والنقطة الثانية بإحداثيات x2 y2. إذا معادلة المستقيم احنا قد درسنا بالموضوع السابق الميل يساوي لي y2 ناقصا y1 على x2 ناقصا x1. إذا الميل أيضا يساوي y ناقصا y1 على x ناقصا x1. نطبق بالمعادلة مكان m نحط y ناقصا y1 على x ناقصا x1 يساوي y2 ناقصا y1 على x2 ناقصا x1. إذن هاي معادلة المستقيم اللي يمر بنقطتين. نستعمل هذا القانون حيث أن XY هي احداثيات النقطة الثالثة C والتي تقع على المستقيم AB. إذن XY تبقى مجهولة في معادلة المستقيم، هاي Y و X تبقى مجهولة. أنا فقط عندي احداثيات نقطتين A و B اللي احداثياتها X1 Y1 X2 Y2. نحل التمارين بصفحة 16. أول واحد جد معادلة المستقيم التي تمر كلها منها بنقطتين. Find the equation which each one of them passes through two points. النقطة سؤال الرقم واحد، النقطة الأولى احداثياتها -3 ب1 والنقطة الثانية احداثياتها 2 بـ1. إذا -3 ب1 اللي هي x1 y1 وموجب 2 بـ1 اللي هي x2 y2. نطبق المعادلة المستقيم هذا. y ناقصا y1 على x ناقصا x1 يساوي y2 ناقصا y1 على x2 ناقصا x1. y ناقص y1 اللي هي 1 y ناقص 1 على x ناقص -3 x2 x1 -3 يساوي y2 minus y1 y2 اللي 1 ناقص 1 -1 ناقصا 1 على x2 ناقصا x1 2 ناقص ناقص 3 2 ناقص -3. إذا تصبح المعادلة y ناقص 1 على السالب في السالب موجب يصير y ناقص 1 على x+3 يساوي -2 على 2+3. إذا حصل معادلة y ناقص 1 على x+3 يساوي -2/5. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. إذا -2 مضروبة في x+3 والموجب 5 مضروبة في y-1. إذا 5 في y-1 يساوي -2 في x+3. نوزع 5 في y 5y ناقصا 5 في 1 5 يساوي -2x سالب في الموجب -2 في 3 6. إذا تصبح المعادلة عندي 5y ناقصا 5 يساوي -2x ناقصا 5. أودي -5 يمن سالب 6. 5y أجيب الـ x يم الـ y 5y زائد 2x يساوي -6 موجب 5. إذن 5y زائد 2x يساوي -2. هو هذا على الموضوع هذا بنقطتين، حليت النقطة الأولى والنقطة الثانية واجب لكم بالبيت. الموضوع الثاني كتابة معادلة المستقيم بمعرفة ميله ونقطة منه. شلون أكتب معادلة المستقيم إذا أعرف الميل ما تيطيان بالسؤال وإحداثيات النقطة يطيان بالسؤال. Writing equation of line with the slope and one point of it. الميل قلنا المعادلة ما تساوي y ناقصا y1 على x ناقصا x1. حاصل ضرب الوسطين في الطرفين ينتج لنا هذا القانون y ناقصا y1 يساوي للميل في x ناقصا x1. نحل مثال رقم 2 example page 15 صفحة 15. استعمل معادلة الميل والنقطة لكل مستقيم لتحديد ميله والنقطة المار بها. Use the equation of the slope and the point for each line to determine its slope and the point at which it passes. إذا يعطينا المعادلة واحنا نطلع من المعادلة الميل والنقطة اللي يمر بها المستقيم. y ناقصا 3 يساوي -5 في x ناقصا 2. إذا y ناقصا 3 يساوي -5 في x ناقص 2. نحدد نكتب المعادلة مالتنا y ناقصا y1 يساوي للميل في x ناقصا x1. السالب 3 اللي هي y1 والسالب 5 هو الميل
والاثنين هو الاكس واحد. اذا الميل يساوي لي سالب 5، هذا سالب 5، والنقطة الاحداثيات اكس 1 واي 1 اللي هي 2 ب 3. احداثيات هاي اكس وهاي اكس 1 وهاي واي 1. إذن يعطينا معادلة المستقيم، وإحنا من المعادلة نطلع الميل ونطلع إحداثيات النقطة المربية المستقيم. الإكسرسايز الثاني، إكسامبل ثاني أسفل، واي زائد 7 يساوي 2 على 5 إكس. إذن نكتب المعادلة، واي ناقصا واي 1 يساوي الميل، هاي هنا واي ناقصا واي 1 يساوي الميل في إكس ناقصا إكس 1. إذن y ناقصاً اللي موجب 7 أصلها هي سالب 7، لأن السالب في السالب صارت موجب. إذن y ناقصاً سالب 7 يساوي 2 على 5 في x ناقصاً 0، لأن ما عندي x1 هنا، بس على 2 5 x، إذن x1 تعتبر هنا 0. إذن نحدد y ناقصاً y1 يساوي الميل في x ناقصاً x1. الy1 هي سالب 7 والميل 2 على 5 والx1 هي 0. إذن الميل سلوب 2 على 5، وإحداثيات النقطة X1 وY1 هي 0 بالX، 0 بالX1 ما عندي، والY1 اللي هي سالب 7. هنا الإكزامبل رقم 3، page 15. Find the equation of the line which its slope is 1 على 2 and its x-intercept equals سالب 1. جد معادلة المستقيم الذي ميله 1 على 2، مطينا هنا الميل مقطعها السيني يساوي سالب 1، مطين المقطع السيني يريد معادلة المستقيم. نكتب equation، إذن y ناقصا y1 يساوي الميل في x ناقصا x1، مطين الميل 1 على 2، مطين المقطع السيني، المقطع السيني معناته x1 يساوي سالب 1 وال1 يساوي 0. احنا من قلنا لإيجاد المقطع السيني نعوض ال y تساوي 0، نستخرج قيمة x. إذن y1 تساوي 0 والx1 هو مطيني مقطع السيني سالب 1، إذن x1 يساوي سالب 1، إذن النقطة صارت سالب 1 بصفر، يعني هاي x1 وهاي y1. نكتب عوض مكان المعادلة هاي، y ناقصا 0 ناقص 0 يساوي 1 على 2 في x ناقصا سالب 1. إذن y ناقص 0 صار y يساوي لي 1 على 2 في x زائد 1. نضرب كل المعادلة في 2 أتخلص من المقام. إذن 2 في y، 2 y يساوي لي 2 و 2 راحت، بقى x زائد 1. إذن معادلة المستقيم عندي equation اللي هي 2 y ناقصا x يساوي لي 1. الموضوع الثالث، كتابة معادلة المستقيم بمعرفة ميله ومقطعه مع أحد المحورين. Writing equation of the line with the slope of it and one intercept with axis. هنا مثال رقم 4، example رقم 4 page 15. استعمل معادلة الميل والمقطع لكل مستقيم لتحديد ميله ومقطعه. Use the equation of the slope and the intercept for each line to determine its slope and intercept. نستعمل من معادلة الميل والمقطع لكل مستقيم، نطلع الميل مالته والمقطع مالته نعرفه. إذن أول مثال هو المثال 2x المعادلة زائد 3y يساوي لي 6. إذن هنا 3y تساوي 2x يمس 6، 3y تساوي سالب 2 زائد 6، نقسم على 3 معامل y. إذن تصبح المعادلة y تساوي سالب 2 على 3x زائد 2. معادلة المستقيم بدلالة ميله سلوب m ومقطعه الصادي اللي هو y intercept هي k، هي هاي المعادلة y تساوي لي mx زائد k، هاي معادلة المستقيم بدلالة ميله ومقطعه الصادي k. المعادلة هي اللي y تساوي لي mx زائد k. إذن نكتب المعادلة y تساوي سالب 2 على 3x زائد 2، السلوب هذا الm، السلوب يساوي لي الm يساوي لي سالب 2 على 3، والكي مقطع الصاد يساوي لي 2. دبل اي المثال الثاني، 5x يساوي 7y زائد 8. إذن أودي الاكس 8 من 5x، 7y تساوي لي 5x ناقص 8، أقسم على معامل y 7، إذن تصير معادلة y تساوي لي 5 على 7x ناقص 8 على 7. إذن السلوب اللي هو الميل 5 على 7، والمقطع الصادي اللي هو 8 على 7. مثال رقم 5،
مستقيم يمر في النقطة 5 بسالب 1 وميله سالب 2 على 5 جد مقطعه ومعادلته. A line passes through a point 5 بسالب 1 and its slope سالب 2 على 5. Find its intercept and equation. نريد المعادلة مالته والمقطع مالته intercept. هذا المثال ينحل بطريقتين، الطريقة الأولى والطريقة الثانية. هسه نشرح الطريقة الأولى. نكتب المعادلة بالمعادلة المستقيمة، نعرف الميل مالته والمقطع. y تساوي mx زائد الk، إذا m يساوي سالب 5 على 2، y تساوي سالب 2 على 5 سالب 2 على 5x زائد الk. أنا عندي النقاط نقطة 5 بسالب 1 أعوضها مكان y ومكان x، أنا بدي أستخرج المقطع الصادي مالته. إذا سالب 1 يساوي سالب 2 على 5 في 5 زائد الk، إذا سالب 1 يساوي راحة الخمسة والخمسة اقتصدناها، سالب 2 زائد الk، أودي سالب 2 هنا كمل 1، إذا k تساوي لي سالب 1. الطريقة الثانية y ناقصا y1 يساوي للميل سلوب في x ناقصا x1، إذا الميل يساوي لي سالب 2 على 5 من طيانة بالسؤال، والنقطة احداثياتها هذه x1 وهذه y1 5 بسالب 1. إذا y ناقص سالب 1 يساوي سالب 2 على 5x ناقصا 5، إذا y زائد 1 يساوي سالب 2 على 5x زائد 2 نضربها في 5 نتخلص من المقام. 5 في y 5y زائد 5 في 1 5 يساوي 5 في 5 راحت، ظلت سالب 2x زائد 5 في 5 راحت، 2 في 2 في 5 10، إذا 5y يساوي سالب 2x زائد 5 زائد 10 ناقص 5، لهذه 5 ودي بال 10، 5y تساوي سالب 2x زائد 5، نقسم على معامل y الخمسة دا أتخلص من عنده، إذا y تساوي لي سالب 2 5 على 5x زائدا 1. نحل التمارين page 16. نستعمل معادلة الميل والنقطة لكل مستقيم لتحديد ميله والنقطة المار بها. Use the equation of the slope and point for each line to determine its slope at the point which passes through it. يعني نعطينا المعادلة ويريد من عندنا نطلع الميل والإحداثيات النقطة. y ناقصا 1 يساوي 2 في x ناقصا 3. نكتب المعادلة الأصلية. y ناقصا y1 يساوي للميل سلوب في x ناقصا x1. إذا الواحد اللي هو الواي 1 والاثنين هو الميل سلوب والثلاثة والx1. إذا السلوب يساوي 2، الميل يساوي 2، والx1 وy1 اللي هي 3 ب1. تمرين رقم 5، جد معادلة المستقيم لكل مما يأتي ثم جد مقطعه. مطينا النقطة اللي يمر بها المستقيم ومطينا الميل مالته. إذا سلوب الميل يساوي سالب 2 على 5، وx1 وy1 اللي هي بموجب 4 بموجب 6. نكتب y ناقصا y1 يساوي الميل في x ناقصا x1. إذا y ناقصا 6، 6 ال y1 يساوي سالب 2 على 5 الميل في x ناقصا 4. نضرب في 5 أتخلص من المقام. يصير 5y ناقصا 30 يساوي سالب 2 في x ناقصا 4. إذا 5y ناقصا 30 يساوي سالب 2x زائد 8. 5y تساوي سالب 2x زائد 8 زائد 30. إذا 5y تساوي سالب 2x زائد 38. قسم على 5 على معامل y، تصبح المعادلة y تساوي سالب 2 على 5x زائد 38 على 5. ماكو اختصار، يبقى نفس الناتج، الكسر يبقى نفسه. التمرين رقم 7، تستعمل معادلة الميل والنقطة لكل مستقيم لتحديد ميله ومقطعه. هنا نريد استعمل معادلة الميل، من المعادلة أطلع الميل والمقطع مع التصادي. 5y تساوي لسالب 2x ناقصا 1، إذا نقسم على معامل y اللي 5، فهتصبح لنا المعادلة y تساوي سالب 2 على 5x ناقصا 1 على 5. نكتب المعادلة y تساوي mx زائد k، إذا الميل سلوب هو سالب 2 على 5 والk هو 1 على سالب 1 على 5. الميل سلوب m يساوي سالب 2 على 5 والk تساوي سالب 1 على 5. إذا هسه عندي homework page 16، التمرين الثاني والرابع والسادس والثامن.